ما تفسير قول الله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا؟ وما المراد بالعاديات هنا؟ يقسم الله سبحانه وتعالى العاديات وهي الخيل، نعم، التي تعدو بركابها عند الحاجة كما في حالة القتال في سبيل الله والغارات، ومعنى ضبحا أي أصواتها عندما تعدو. فالموريات قدحا أي أنها تقدح بحوافرها الحجارة عندما تغير. فالمغيرات صبحا هي الخيل أيضا، وكل هذه أوصاف للخيل وحالتها عند الغارة في سبيل الله عز وجل. بهذا دليل على قول الجهاد في سبيل الله وركوب الخيل للجهاد في سبيل الله. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كل هذه أوصاف للخيل: عاديات ضبحا فالموريات قدحا، المغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. كل هذه أوصاف للخيل حالة غارتها للجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم.